قبيل دقائق من منتصف الليل، وبينما كان المسلمون ينتظرون سحور اليوم الثالث من رمضان، بمجرد ثواني غلبت الأحداث. أوبئة، ضحايا، لصوص، دمار شامل في المدينة الميتة، زلزال أكادير المدمر. المدينة مليئة بأكوام من الأنقاض. أكادير مدينة سياحية مغربية لم تذكر المصادر التاريخية زلزالاً موثقاً قبل زلزال 1960، بالرغم من أنها تقع بمنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. تصاعد لغبار كثيف حجب الرؤية وانقطاع في التيار الكهربائي وخطوط الهاتف. الهزة متوسطة الشدة ولكنها الأكثر عنفاً ودموية، فقد خلفت أكثر من 15,000 قتيل و 12,000 جريح. كارثة حقيقية حصلت بأكادير في صيف حارق. كان هذا الصيف سبباً لانتشار الأوبئة وتلوث الجو، ومع كل هذا الوضع المأساوي الذي شهدته البلاد، تخيلوا، كان هناك لصوصاً يستهدفون الفنادق والمتاجر والمنازل، وكان عقابهم إطلاق الرصاص عليهم من قبل الشرطة ودفنهم بمقابر جماعية. تزامن هذه الحادثة مع شهر رمضان جعل الملك يضع رخصة شرعية تتيح لرجال الإطفاء الإفطار حتى انتهائها. وبالرغم من هذا أصر الكثير على الصيام، كما أن العديد من السكان رفضوا تلقي العلاجات والإسعافات الأولية خوفاً من أن تبطل صيامهم. وقام الملك بتكليف نجده الحسن بعمليات الإنقاذ شارك بها الفرنسيين والإسبان والهولنديين إلى جانب القوات المغربية. وبعد مرور أشهر أعلن ولي العهد الأمير الحسن أنه سيتم افتتاح أكادير الجديدة في 2 آذار عام 1961، وربط هذا الافتتاح بمرور 5 سنوات على استقلال المغرب، وتم وضع حجر الأساس لمدينة أكادير الجديدة 30 حزيران عام 1960. ومع نهاية هذه القصة المأساوية، نتمنى لكم رمضان آمن بعيداً عن الزلازل والكوارث.